قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن واشنطن تحت قيادة الرئيس جو بايدن أصبحت في موضع دفاعي بسبب موقفها من الأزمة في غزة ورفضها الدعوة لوقف إطلاق النار. واعتبرت الصحيفة أن انحياز إدارة بايدن لإسرائيل ألحق ضررا بمكانة الولايات المتحدة عالميا وأسهم في عزلها دبلوماسيا. ورغم أن واشنطن تجنبت استخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.